السلام عليكم أصدقائي، بتمنى أنكم تكونوا بخير. منين بيجي الخير يا موسى؟ أي والله منين بيجي الخير، أنا لم تستحي فاصنع ما شئت. أنا كنت متوقع اليوم من اتحاد كرة القدم السوري أنه يطالع بيان أو ويعلم ببيان عن إقالة الكادر التدريبي والفني والإداري لمنتخبنا الوطني. يعني لا أشوف كوبر أنا، ولا أشوف عصام الحضري، ولا حتى بدي اشوف انا فتح الله، ما بدي اشوف حد من هدول الشله بنوب، لانكم انتم فشلتوا فشل ذريع. انما هذا الشيء ما حصل. اتحاد كره قدم صابر وعنده امل بمباراه اليابان امام المنتخب الياباني. شو ناطر انه نتبهدل اكثر امام الياباني؟ ما بعرف. انا جاي وبجيب انا حارس، اعطيه عصام الحضري مدرب حراس، اعطيك الملايين، لك عم اعطيك راتب بيحلم فيها 15 20 25 35 بل الراتب اللي عم تاخذه عصام الحضري بتحلم فيه الانديه كلها. يعني انا اذا بشيل راتب عصام الحضري الشهري وبوزعه على الانديه السوريه، على الانديه السوريه بيشتروا محترفين من هون للموسم القادم، بيشتروا محترفين للموسم القادم. وانت اغى شيء لا حول ولا قوه، ثلاث حراس اربع حراس محترفين عم تنزل بحارس محلي. ما نصحناك، قلنا لك ليش. انت اليوم هيكتور كوبر صار لنا سنه بنعيد ونفتي، ومحترفين والقاضي والكابوس وإميليانو وفلان وعلتان وحارس رعد وحارس ياسين، واخر شيء بتحط له الثلاث المحترفين على دكه البدلاء. ولا واللي انا اللي ما بدي احكيه انا اللي شو اسمه انه حط عمرو ميداني، اللي نحن عم نقول لك من خمس سنين عندنا نقطه بهذا المركز، عندنا نقطه بمركز الدفاع بخط الدفاع. يا خلص حلوا عنا، خلص حلوا عنا، كلكم قدموا استقالتكم، يعني ما نفعتوا لشيء. انتوا كل الاشخاص المستلمين اليوم من كان اتحاد كره قدم السوري، اتحاد الرياضي العام، الكادر الفني، الكادر التدريبي، كل الموجودين هلا بالهرم او بالمؤسسات الرياضيه التابعه لكره القدم، خلص امشوا والله معكم، كتر الله خيركم، فضلتوا على راسنا، خلص حلوا عنا. يعني ما بس نحن نتحمل العواقب ونحن نسم بدلنا، كمان انتوا تحملوا مسؤوليتكم. خلص انتوا بتصفيات وباثنين ما نجحتوا للوصول الى كاس العالم، ما بدي اقول لك للوصول الى كاس العالم يا جماعه، نحن من الدور الاول ما بنتاهل، يعني نحن حاليا نكسر التاريخ، عار وصمه عار على الرياضه السوريه انك تطلع من الدور الاول، من الدور الاول. والله وانا اتحداك، وهي امام الجميع، وشارك الفيديو الاصدقاء، وانا اتحدى هيكتور كوبر، اي فريق بالدوري السوري انا باخذه بربع كوريا الشماليه. يا رجل صار لهم شهرين وثلاثة وأربعة ما بيلعبوا لا مباريات ودية ولا بيتجمعوا ولا بيعملوا أي شيء، ورايحين ساقط عتب هيك عشان ما تعاقبوا الفيفا. شو رأيك؟ بيربحوا عليك، والدليل إنه ما نقلوا المباراة لأنه هن متوقعين إنه يخسروا. يا كوبر، يا عصام الحضري، يا موفق فتح الله، يا عبد الرحمن خطيب، يا صلاح رمضان، هن ما نقلوا المباراة لأنه هن متوقعين إنه يخسروا، لأنه منتخبهم أسوأ من السيء. بتقوم تخسر بالدقيقة 91 1-0، والله مهزلي، والله ما بدي أقول لك. يعني ولا لاعب بالمنتخب والله ما بحبكم تلبسوا هالقميص اصلا، وبروحوا بيضحكوا وبيعملوا تحسون ضحكوا علينا قبل المباراه، اقسم بالله بتحسون ضحكوا علينا قبل المباراه. انا اتحدى ومره ثانيه بعيدها، انا بتحدى هيكتور كوبر، اي فريق بالدوري السوري انا باخذه وبنروح من لاعب كره الشماليه بنربحهم. يا رجل ما هو منتخب، لك ما هو منتخب لا عنده تجمع ولا عنده مباريات ولا عنده اي شيء ولا مهتم بالمباراة اصلا ولا اعلاميا، حتى الجمهور الكوري الشمالي ما بيعرف انه في مباراة ولا اعلامه. نحن طرشنا الدنيا، صرعنا الدنيا، عملنا جبنا اخذنا، عملنا صور، عملنا اغاني، دقينا على الخشب يا نيالي يا مدري شو، وبلعنا بهدف مقابل شيء. اقسم بالله عيب، اقسم بالله انا ما اكون رئيس اتحاد كرة القدم لا سمح الله، ما بستنى لتاني يوم بارضك صرت مع كوري الشمالي بقدم استقالتي، خلص بعتذر، انا ما قادر، انا ما بقدر انفع الكره السوريه، شوفوا لكم حل ثاني، شوفوا لكم شخص ثاني، شوفوا لكم شخص يقدر يوصلكم على كاس العالم، انا ما بقدر. وهتكون انت قد المسؤوليه اليوم. نحن انا ما بدي اقول لك اكلنا كم العمر، اكلنا ضرب العمر، اكلنا العمر، يعني طلع من فوق يا رجل عم تخسر امام كوريا الشماليه. لا انت واللي وصلك لهون الابشع اللي وصلك هون انك انت تعادلت مباراه مينيمار ذهابا. يعني انت لو ربحان على مينيمار ذهابا وايابا، وانت اصلا ربحان على كوريا الشماليه بمباراه ذهاب، فانت تاهلت فارق الاهداف، عن كوريا الشماليه. انما نحن يعطيك العافيه، سلمنا اللوحه والنمر والشاسين نزلناه على الارض وخلص، بالدقيقه 91 ناكل جول، بعض انا بستغرب حتى من البعض امبارح، يعني اليوم الجمهور السوري شو ما حكى حقه. انت اليوم الكومنت لك، انت كعاشق للمنتخب حقك تحكي اللي بدك اياه، بس بعيدا عن الشتايم اكيد،
حقك تحكي اللي بدك اياه وتعطي رايك بدك اياه وتطالب باقاله مين ما بدك، لانه هذا من حقك. انت امبارح انا على يقين انه كانت الملايين على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بس عم تتابع نتيجه. فالكومنت لك وحق لك تحكي اللي بدك اياه. انت الموجوع الاول والاخير، انت المتضرر الاول والاخير. هن عم ياخذوا رواتبهم، هن عم لهم فوائد، لهم منح سفر، لهم عم يروحوا سياحه وسفر، إلهم مصاري، إلهم فلوس، إلهم راتب، عم ياخذوا كل شيء، سمات البدن إلنا، فلذلك نحن بدنا نحكي وأنت بدك تسمع لأن هي وظيفتك. إنك تتحملنا، وقت تنتصر بنقول لك بنثني عليك، إنما بس تخسر بهي الطريقة أمام كوريا الشمالية 115 أو 113 عالمياً تقريباً، ومينمار ما أنا موجود بالتصفيات بالتصنيف العالمي أصلاً، فيفا ما بعده، ما بعده بالتصنيف، تعادلنا مع زهابهم بدون أهداف. وين رايحين هلا نحن مطالبين إنه نتفوق على المنتخب الياباني؟ والبعض بيقول لك انه اليابان ممكن تعطيك اياها لانه بتكره كوريا الشماليه. لو 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 هذا الامر محتمل، مع انه بالنسبه لي لا، بس البعض عم يروجوا لهذا الشيء. مو هيك، انت مانك منتخب اليوم، انت مانك واقف على الارض صح، انت مانك مزبوط، انت مو صح، في شيء غلط، في شيء غلط. انا مستغرب من البعض، امبارح فتحت بس مباشر وتابعت صناع المحتوى بيقول لك الحق على المحترفين. ليش محترفين لعبوا يا زلمه؟ ما لعبوا يا جماعة، التشكيلة نزلت قدامك ما لعبوا، لا الحارس لعب، لا المدافع لعب، ولا المهاجم لعب. نزلوا دقيقة 70 دقيقة 75 تقريبا نزلوا المحترفين. يعني ان انت استحي فصنع ما شئت، خلاص اي شخص مسؤول عن المنتخب، مسؤول عن اتحاد كرة القدم، خلاص احملوا حالكم ومشوا خلاص. يعني انا ما قل لي انت من 3 سنين او من سنتين من استلمت المنتخب شو قدمت؟ قل لي شو قدمت، قل لي انجاز عملته، قل لي ملاعب جهزتها، قل لي دوري مثل خلو العالم، مباراة نهائية نظمتها، قل لي أي شيء عملته لحتى أنا أقتنع ببقائك. لا شيء، لا شيء أبدا. الحسن الوحيد لهيكتور كوبر أنه اسمه تاريخه اللي خلت هدول المحترفين يجوا على المنتخب، بس ما لعبون، بس ما لعبون. يعني بالنهاية وقعت براسنا اللي بيحكي لك عن مباراة اليابان المطلوب من منتخبنا كيف ممكن نتأهل. ممكن نعمل فيديو تاني ونحكي، إنما الأمر من المستحيلات، من المستحيلات يا جماعة. وانت في وقت عن المنتخب الياباني، فالبعض بيقول لك ايه لانه هو ما بده الكوره الشماليه يربح. وضعنا نحن امام مينمار، امام كوريا الشماليه سيء 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 سيء. يعني انت بهيك منتخب بدك تطلع على الدور الثاني تلعب مع السعوديه، مع كوريا الجنوبيه، مع استراليا، مع قطر، مع هاي المنتخبات، بنمسح فيك الارض، بنمسح فيك الارض حرفيا، حرفيا بنمسح فيك الارض اذا انت ما عم تدبر حالك مع كوريا الشماليه ومينمار او مينمار. فيعطيكم العافية، ضبوا غراضكم، الله معكم، تركونا لا أحد غير، خلاص ما استفدت منك. شخص بيفشل خلاص امشي امشي، الجميع بدون استثناء. مطالب الجماهير استقالة الجميع، ما بدهم يشوفوا حد، ما طايقين لا يسمعوا كلام ولا يشوفوا الصور أبدا. كان الله في العون، مثل ما حكيت تطلع براسي وراسك بس، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله منتظر أنا، يعني قلت بس بيجي بكرة على اليوم بدي أطلع أحكي هالكلمتين خلاص، خنقتونا. منا دائما تضلوا على خير، شاركوا الفيديو لأصدقاء، منا دائما تضلوا على خير، السلام عليكم.